هكذا عند وعلى الله تعالى وتوفيقه ينطبق أشواط هذا المساء، مساء الخير والمحبة. تنطلق هذه المناسبة المشرفة التي تجمعنا على أرضية ميدان التحدي انطلاقة موفقة بهذه الشعارات التي شاركت برابع أشواط هذا الانطلاق في هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي سمو ولي العهد يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. 4 كيلومترات التي تحتضن هذه المسافة. رددت هذه الجائزة لصاحب المركز الأول. انطلاقتنا مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. هناك الطاغي مسيطر على مجريات الشوط. تعود ملكيته للسيد مهير بن علي. اذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اعود مع مقدمة الشوط مع المركز الاول الطاغي في مقدمة الشوط للسيد مهير بن علي بن سعيد المنصوري، متواجدا على المركز الاول. المركز الثاني هناك الجذاب لسعيد بن علي الحفار يتواجد في ثاني المراكز. انتقل مباشرة مع المركز الثالث، يا سلام حبيب، لصالح بن حمد بن قمرة متواجدا مع ثالث المراكز. المركز الرابع هناك من يصل في هذه اللحظات، السيف لأحمد بن محمد بن سواد الحبسي من المتواجدين على صدارة الشوط. حقق الانجاز المتميز بالكيلو الاخير، الكيلو الاخير، ولكن من وصل مشاهدينا الكرام، وصل الشهيد لسعيد بن حمد بن علي المري مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث سلهود لفهد بن محمد بن علي بن فاضل يتواجد مع المركز الثالث في هذه اللحظات. 800 متر الأخيرة، 800 متر الأخيرة، ولكن أعود مع الأسد، أعود مع الأسد، يا سلام. انطلق الأسد لمبارك بن محمد بن زيتون المهري متواجد على مقدمة الشوط على صدارة هذا الشوط. 600 متر الأخيرة، إذن الانطلاقة، الانطلاقة لازالت مع الأسد اللي انطلق. مشاهدينا الكرام، انطلق وانفرد في هذه اللحظات لمبارك بن محمد بن زيتون المهيري، ولكن سلهود على المركز الثاني للسيد فهد محمد بن علي بن فاضل مع ثاني المراكز في هذه اللحظات في هذا الانطلاق المتميز. مشاهدينا الكرام، شاهين يصل في هذه اللحظات، شاهين يصل مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثاني لحمدان بن حميد بن هلال العسكري مع المركز الثاني. اللحظات الاخيره، اللحظات الحساسه، السياره لمن لا زال الاسد، لا زال الاسد منطلق بكل قوه وبكل جداره لمبارك بن محمد بن زيتون المهيري. تهانينا والف مبروك على فوز الاسد في المركز الاول. تهانينا والف مبروك لمبارك بن محمد بن زيتون المهيري بفوز الاسد في المركز الاول. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني شاهين للسيد حمدان بن حميد بن هلال العسكري. المركز الثالث من وصل في ثالث المراكز مشرف لصالح بن محمد بن نصره العامري. رابعا اللي وصل براق لهزاع بن عجلان الهاجري. المركز الخامس يصل الهبوب لعلي بن محمد بن كاظم المري. تهانينا مشاهدينا متابعينا في كل مكان لمبارك بن محمد بن زيتون المهيري بفوز الاسد وحصوله على المركز الاول. التوقيت الزمني للاسد 6 دقائق 4 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهاني لمبارك بن محمد بن زيتون المهيري، جاء في المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام.